انا هتحرج اجي اقول لك ايش هذا حياتي. صحابك بقى فين؟ الفريندز فين؟ ياسمين صبري قطعت علاقتها بيه بسبب صوره، وياسمين عبد العزيز ما بقتش تمشي من غيره، كان مصمم ازياء وخروجه مع صاحبته خليته يتخلى عن رجولته ويحط ميك اب، بياخد 50,000 جنيه على عروسه، وحلم كل بلوجر تقعد تحت ايده، عمل ملايين وراكب مرسيدس سعرها معدي 18 مليون، واقل شنطه عنده ب 600,000 جنيه. حكايه شريف طنيوس ميك اب ارتست النجوم. شريف عنده 28 سنه، مسيحي واصوله مصريه بس معاه الجنسيه اللبنانيه، كان نفسه يكون مصمم ازياء لكنه لقى المكياج بيكسب اكتر، دخل مجال التجميل صدفه ونجح فيه جدا وبقى من اشهر خبراء التجميل في الوسط الفني. شريف قضى نص حياته في فرنسا ورجع على مصر عشان يستعرض مواهبه ويبدا طريقه، وفي يوم وهو خارج مع واحده صاحبته قالت له تعالى عشان اشتري مكياج، واول ما دخل المحل انبهر بالحاجه الموجوده وحس انه عايز يجربها كلها، وفعلا بدا يحط حاجات على وشه وما فرقش معاه الناس اللي حواليه، ومن يومها خرج من المحل وهو مقرر انه يبقى اهم ميك اب ارتست في مصر كلها، وبعدها سافر باريس وخد كورسات مكياج وبقى ميك اب ارتست معتمد من اكاديميه ميك اب فوريفر في باريس، ورجع لمصر وبدا يدي كورسات للميك اب ارتست ويعمل لهم اللي اتعمل له لحد ما قدر يوصل لنجمات من الوسط الفني، ويبقى هو الوحيد اللي بيحط لهم مكياج في كل المناسبات، وكان المكياج هو شغفه الوحيد لغايه ما حقق حلمه بقى من اشهر خبراء التجميل، وعمل مكياج مختلف لفنانين كتير زي ياسمين صبري ونادين نسيب نجيم ومايا دياب وانجي المقدم وسلمى ابو ضيف واسماء جلال، وبتجمعوا علاقة قوية بفنانات كتير اشتغل معاهم، لكن اللي الكل كان ملاحظه هو قربه زايد من ياسمين صبري، واتكلم شريف عنها وقال اكتر حاجة بحبها في ياسمين انها بتحب تجرب حاجات جديدة وبتديني مساحتي في الشغل، وظهر معاها في اكتر من مرة في طيارتها الخاصة، لكن ده كان سبب في انه يطلع عليهم اشاعات انهم مرتبطين وهيتخطبوا، وده اللي ياسمين نفته وقالت انه زي اخوها، لكن بسبب الاشاعات دي ياسمين قطعت علاقتها بشريف خالص، وبعد ما كان بيعمل لها لوكات تميزها عن غيرها من الفنانات وتقريبا كانت محتكراه، بدا شريف يطبق نفس التكنيك بتاع مكياجها على فنانات كتير، والناس لاحظت انه بيخليهم شبه بعض زي هنادي مهنا وهدى المفتي ودره وبسنت شوقي، وكلهم خلاهم نسخه من ياسمين صبري. شريف من كتر احتكاكه بالفنانات بقى عنده هوس بالميك اب واللبس الحريمي والشنط زيهم، وفي مره ظهر مع ياسمين صبري في الطياره وكان قاعد نفس قعدتها وماسك في ايده شنطه خضراء سعرها حوالي 600,000 جنيه، ولو دخلت بروفايله هتلاقيه تقريبا ما بيتحركش من بيته غير بشنطه حريمي وبيلبس نفس البراندات اللي الفنانات بيجيبوا منها، ومش بس الفنانات اللي بيحبوا شغل شريف، لكن كمان بقى حلم اي بلوجر انها تروح له يعمل لها ميك اب، ومنهم البلوجر بسنت وهدير حميد اللي طلعت تدعي ان ربنا ينفخ في صورتها وشريف طنيوس بنفسه يعمل لها ميك اب، والبلوجر فرح، وكل دول عايشين في دبي، وشريف كمان مقيم في دبي وجنب شغل الفنانات بيعمل ميك اب للعرايس وبينزل صورهم على انستغرام، لكن اسعاره خرافيه ومش اي عروسه تقدر تحجز معاه قبل فرحها، وحسب بعض المصادر فسعر الميك اب عنده بيوصل ل 50,000 جنيه للعروسه في مصر، وطبعا ده غير سعر الفنانات اللي بيحاسبوه بالدولار. شريف طنيوس بقى من اغنى الميك اب ارتست في الوطن العربي كله، قدر يعمل ملايين في سن صغير وركب عربيه مرسيدس وسعرها معدي 18 مليون جنيه.